طيب دكتور، يعني انتهز ان حضرتك معانا وطمنا على الوضع الوبائي العالمي، واحنا داخلين على سنة يعني معظم الناس بتقول انها سنة صعبة. شوف يا فندم، الوضع الوبائي تقصد الكورونا حضرتك؟ الكورونا وغيره. طيب شوف يا حضرتك، انا عايز اقول حاجه مهمه عشان حضرتك دي برضو تهم مشاهدينك حضرتك. الفيروسات التنفسيه كثيره جدا. صحيح. جدا، يعني اعداد ضخمه. واحنا ساعات وكلها تشابه، الاعراض كلها تتشابه. عشان كده احنا بنسميها الفيروسات التنفسيه التي تشابه الانفلونزا. كلها بتيجي بعطس ورشح ووجع زور وارتفاع في الحراره وبعض السعال والتكسير في الجسم الى اخره. طبعا كلنا مرينا بالفتره الثلاث سنين اللي فاتوا اللي كان فيها ازمه كورونا.